وعليك بركات حاج محمود. الله يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عاود نجد ولا رمز منك نضحي بالسنه دي؟ عندنا واحد اشتري. مش اتفرج عليه الاول؟ اتفرج برا. انت عم كل سنه لما تاخذ ما حدش يا عم الله قرفتك حلوه، بس برضه نتفرج عليه عشان ده مش ليه ولا تاخذ الواحد. اتفرج بو. طب ممكن تمسك على السلسله طبعا. حاضر. اتفرج براح، هنتفرج عليه بس عشان ايه؟ ماشي. لما نوديه فلي. نعم انا لازم اشوفه. كسر كام ده؟ شوف ضفرك ايه الكسر فين؟ مش عارف كسر كام والله. شوف بس ودانه طويله سن. تحس ان شفايفه صغيره سنه. تتجوز كله بركه ان شاء الله. دم ياكل كل يوم ده يمات على الله رغفين وبالطين. عم تاكل بيض؟ ايوه. نعم طالع عليه بسم الله ما شاء الله. هاي هاي اعمل له رياضه كده. اشتري كله بركة حق محمود مني. اشتري بكام طيب؟ عشان نقصر الكلام. من غير ولا دوران. انا جايب من مكانه ب 3000 جنيه. وشوف اديله بتاع خمس ست اشهر ما ياكل. 3000؟ هاي. طب ما تاخذ عايل من عياله. انا هعمل بو ايه عايل؟ ما يعد جدي ب 3000. والله بص انت كل سنه اما تاخذ مش اما نقصر. يا عم انا شايف ضفري كسر جوز. ما اعرفش انا عاد هو انا جايبه كيف. يا عم انا شفت ضفري كسر جوز. هياكل كيف ده بضفريه؟ هم ياكل بضفريه؟ ايوه. اذا كان عندكم ياكل بضفريه زي بعض. هيجي بيتنا ياكل بضفريه. يبقى انت غير الناس. اي. هتدفع كام بس انت عشان انا اللي هدفع؟ يا عم انت قلت لما يقول ب 3000. انا قلت لك من مكانه ب 3000 اديله ست اشهر اما ياكل. اديك شايف الاكل. اكل ايه؟ هتطلع تمضين ونقول لك غلال غلال. ايه فين؟ سيبنا صلاة النبي. على ايه افضل الصلاة والسلام؟ اقول لك من مكانه ب 3000 تقول لي ب 2000. يا عم هو حلو ب 2000. انت وراك حي الوقت. يا عم وريش حي انا جاي اقعد معاك شوية. قوم شوف ان كان وراك حي اتكل على الله عشان مش فاضي. لما نقول نضحي بيه. ايه يعني بعد ما تضحي ما تعملش شاي يا احمد؟ قوم اتكل على الله ان كنت هتمشي عشان مش فاضي اشوف اطرح الشاي. طب جدك ده ب 25 ده ب 3000 وشوف هتدفع له ايه؟ اما اقول لك اديله ست اشهر اما ياكل. طب ب 27 يلا اقول له اديله ست اشهر اما ياكل يقول لي ب 27. طب جدك ب 3000 الا 100 وريح في الكلام معاه. لا انا ده عشان نخلص مع بعضها ب 33. ده ليك انت عشان كل سنه ما تاخد مننا وناس حلوين مع بعضين غير كم شبيه. طب ب 3000 جد انا قلت ب 33 لازمك شيله واتكل على الله. ده ديله صغير حتى. انا ماله مال ديله ومال ودني يا ريت. ده حتى ما فليه في شيشيه ما لقيتش فيها حاجه. خلاص لما تلاقي في جمله باخدها. قوم قلب فيه تقلبتي انت انا كنت هتاخده بكام يعني ايه؟ قلت لك ب 33 لك انت. طب جيجي ده اخر كلام انا وصلت له 3000 3100 ده يا اخي. الله يبارك. ابص في بصه وشيلوها. بص واتكل على الله. بيت الجديان واسمه الجديان السنة. ايه مش قادر تمسكه؟ اقوم انا. يخرب بيت الجديان على العويس. ده خلاني جريت جاري ما جرتوش على اكل عيشي. شيل طب واتكل على الله يلا. الفلوس ميتة قبل ما تشيل. اوصل لغاية البيت بس روح بتاع دواج. اه
يلا الله يبارك. خد العصير 3100. هاي ماشي اتكل على الله. 3100 عشان يبقى اخر الكلام. يلا اتكل على الله. هو ده ذكر ولا انت يا انت جرى عندك ساعه تقلب فيه وتقول له ذكر ولا انت؟ سيب الجدي واتكل على الله. ايوه زقيت الزرع. المهم جبت لها شويه حشيش ولا لا؟ جبت لها بس الجاموسه الاول. يا انت ما مغلبني ليه يا ابني؟ مغلبني ليه يا حبيبي؟ الجاموسه الحوله اللي انت جبتها دي. اه حج محمود. اتفضل. عامل ايه يا راجل؟ الحمد لله تمام. ايه؟ هو ليه بتاع الناس؟ ده بعض الحمارة بتاعتك دي منين؟ الحمارة شاديها شوية زي بعض. روح يا عم من هنا. يا ابني عشان خاطر ربنا ده انتوا جيل اسوه طالع. مالك وماله؟ سيبه شوي. مش متبعني. سيبه شوي يا حاج محمود. مش متبعني خالص. ماله يا عم غلبك ليه؟ لا شايف مصلحه معايا ومغلبني. ليه يا عم؟ جيل اسوه. ما تسمع كلام ابوك يا اخي. حد لقى اب اليومين دول. ده انا ابويا مات وسابني اما شيل تراب يا اخي. اسمع كلام ابوك. فين الفلوسات انت مالكش دعوه فيها؟ هات الفلوس. ده انا جاي معاك. لا ما تجيش، مالكش دعوه بالواد التاني. انت مال استدير بس ثلاثه شوي. انت قلنا من دولك بتسعة وعشرين. ثلاثة ومية ما ينقصوش مالي. انت فاكر ليه؟ ما انا منسى. خل عنك انت. دقيقة انا عدل لك انا. ده فلوس ناس يا عم. عصابات الفلوس كلها. لا حاش. ده فلوس ناس. خلاص يا عم انا هاكلك. هات حقك. ده فلوس ناس يا عم. يا عم الجد انت بعته ب 1000 ونص اللي بعته بقد ايه؟ 1000 ونص هنا ب 3100. يا عم شو ال 1000 ونص ده؟ مش ده. ما ذاك جوه هم معايا. يا عم ودي ب 1000 ونص. يا عم مش بتاعك انت، هات عدي الفلوس. ده مش بتاعك انت. يا عم استنى شويه. ديجي ب 1000 ونص اللي ابوك جابه. ايوه يا عم ب 1000 ونص. ده مش ده يا ابني. مش ده يا واد. استنى. يا عم مش هو يا. لا بس خلاص انا فكر جدي التاني يعني. انت ليك كام يا حاج محمود؟ ليك كام يا حاج محمود؟ البتاع ده الجدي التاني ده ولا الاولاني؟ لا ده التاني. ده التاني لينا 1600. 3000. 3100. ادي واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمانية تسعة. استنى غير لي دي. ليه مالها دي؟ قديمة. تسعة عشرة 11 12 13 14 15 1500. اللي قال عليها ابنك ومية مكسب. خد ارتحت كيف؟ بوظت البيعة. طب ما انت ما قدرتش تخيط حنك اللي جابك ده. ما قدرتش تخيط حنك اللي جابك ده. يعني لو خلصت طاقة. يعني لو خلصت طاقة. ادي بوظت البيع. بوظت البيع. بوظت البيع يا ابن الكلب. بوظت البيع. قوم يا ابني. انا هلا